شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم حفل تخريج الدورة الأولى لإعداد مدربي الصاعقة ودورة الصاعقة التأسيسية 37، والتي تضم عددا من الضباط والتلاميذ العسكريين والأفراد من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومنسوبي الحرس الوطني، وذلك بحضور سعادة رئيس الأمن العام وسمو محافظ الجنوبية ومعالي وكيل وزارة الداخلية وقائد قوة الأمن الخاصة. وفي مستهل الحفل أعرب معالي الوزير عن أسمى آيات التهني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى 55 على تأسيس قوة دفاع البحرين، والتي أرسى جلالته أيده الله ركائزها الأولى وأصبحت خلال ما يزيد عن نصف قرن حصنا للوطن وحاميا لمكتسباته الوطنية. كما ثمن معالي الوزير التوجيهات الملكية السامية والتي كان لها الفضل في زيادة كفاءة الأداء الشرطي وتعزيز مسيرة التطوير والتحديث في المنظومة الأمنية. كما أعرب معالي الوزير عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، معبرا عن اعتزازه بما وصلت إليه من كفاءة وجاهزية بفضل متابعة واهتمام سموه لتبقى درعا للوطن، مشيدا معاليه بحرص سموه على تقديم الدعم والمساندة لتطوير الأداء الأمني والمساهمة في مواجهة التحديات الأمنية بالكفاءة والجاهزية المطلوبة. وأكد معالي الوزير أن التدريب والتطوير ركائز رئيسة في استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية من خلال تطبيق المناهج العملية العلمية الحديثة وتبني أفضل المعايير التدريبية التي تلبي الاحتياجات الأمنية وتسهم في رفع كفاءة التعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء. وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة كلمة أعرب في بدايتها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على حضوره، مشيدا بتوجيهات معاليه لتطوير قوة الأمن الخاصة ورفع معدل الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها من خلال الاعتماد على التدريب المتقدم والمفاهيم الشاملة للوصول إلى القدرة والمستوى الاحترافي، منوها إلى أن التدريب عصب العمل الأمني وأساس التطوير والتحديث بما يضمن أداء المهام باحترافية في مختلف الظروف. بعد ذلك قدم الخريجون عددا من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية، مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات.
ثم كرم معاليه الأوائل منهم والتقى الخريجين حيث هنأهم بالنتائج الطيبة التي حققوها مشيدا بأدائهم الذي يؤكد قدرتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم، حثا إياهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن. كما أعرب معاليه عن تقديره للقائمين على دورتي الصاعقة وجهودهم المخلصة في تحديث البرامج التدريبية، وهما بدا واضحا في مخرجات هاتين الدورتين، متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.